يا ابو صبحي، جناب القاضي اعطاك امر، شو مستني؟ هاي المسؤوليه رح تحملها معك طول عمرك. فرمان من الوالي وصل لعندك قبل التنفيذ وما اخذت فيه. يا ابو حمزه، هذا فرمان. انا شو حكيت؟ الفرمان مزور ملعوب فيه، نفذ الاعدام. معناته بنبعث عسكري على الحكم داريه لحتى نتاكد. وهيك ما منعارض جناب الوالي، ولك التنفيذ أصلا لازم يكون صار من حصة. ولك شو مستني يا طبعاً؟ إذا ما بتنفذ فوراً أنا رح أتصرف. نزلوا. يوز باشي، ما سمعت شو عم قل لك؟ نزلوا وإلا بعلقك مكانه. أمرك سيدي. بحياتها ما صارت يا جناب المتصرف، بحياتها ما صارت واحد ينزل من حبل المشنقة. لك شو وصل حسن للوالي؟ أنا ما بعرف مين وصل حسن للوالي، بس على ما يبدو مظلمة هذا الرجل كبيرة حتى الله نجاه من حبل المشنقة. إيه بس هذا زرباوي، زرباوي اعتدى على حرمه. هاهاو أبو حمزة، هاهاو، بدك تعترض على أوامر جناب الوالي؟